اليوم درنا لو كونسي دادمينستراسيون بور إيلير أن بريزيدون، ومشتنا الوضعية تاع الفريق كي راه داير. بعد اللي على بالكم ما نهضروش على الماضي، الشيء اللي صرا وين سمحوا في الفريق وخلاوه وراحوا. لهذا احنا الحمد لله ربي وفقنا وقعدنا رانا وصلنا ليكيب حتى ال كاع لافاس الي. لهذا دروك اليوم لو كونسي دادمينستراسيون اللي نشكرهم وحتموا عليا باش نكون كرئيس مجلس الاداره. بعد ما عيطنا نتكلم معاهم باللي الوضعيه الصحيه ما تقبليش، بصح قلنا معليش، قال لك كمل غير السيزون ان شاء الله. الور لهذا راني قبلت باش نكون رئيس مجلس الاداره، ونشكر على الثقه اللي داروها فيا لي مومب دي كونسي.